السلام عليكم، تحية لكل الأحرار في هذا الوطن الجريح، تحية لكل الشرفاء والمجد والخلود لشهداء الشعب المغربي. اليوم جينا كنندو وكنضامنوا مع إخوتنا في الريف الذين يتعرضون للقمع والاختطافات والتهميش والحصار والعسكرة. لهذا كنقول نداء ديالي للشعب المغربي، الريف ليس انفصالي، من يحكمنا هم انفصاليون، هم الخونة، هم من باعوا الوطن، هم من خانوا الوطن، هم من همش الوطن، هم من همش الشعب. أيها الشعب، لا تستغل غبيا، كون بعقلك، فكر بعمق. من يهمشك؟ من يقمعك أمام المؤسسات؟ من يهمشك أيها الشعب المغربي؟ لهذا نحن جسم واحد، ألم واحد، معاناة واحد، من الحسيمة إلى البيضاء، من الريف إلى طنجة، من الريف إلى الجنوب، من الريف إلى الشرق، من الريف إلى الغرب، جسم ألم واحد. لهذا احنا اليوم كنندوا بالاعتقالات الهمجية والاختطافات والقمع الهمجي لتكميم الأصوات الحرة، الاعتقالات اللي تعرضوا لها في الريف ولا في البيضاء ولا في جميع المواقع. أيها الشعب، كفى من الصمت، كفى من نوم، كفى من الذل والإهانة. أيها الشعب، لك كرامة، لك تاريخ، لا تنسى تاريخ أجدادك، لا تنسى تاريخ الخطابي، لا تنسى تاريخ المقاومة، لا تنسى من ضحى بدمائه، لا تنسى أيها الشعب، لك ذاكرة، لك ذاكرة أيها الشعب، لا تنسى، لأننا من يحكمنا هما عصابة، هما عصابة نهبوا البلاد طولا وعرضا، باعوا البحر، باعوا الجبال، باعوا الذهب، باعوا النقرة، باعوا كل ما يملكون. أيها الشعب، ماذا تملك؟ تملك الكريدي، ماذا تملك؟ تملك التهميش، ماذا تملك؟ تملك التفقير، ماذا تملك؟ تملك الحقرة، ماذا تملك؟ تملك القمع والاستبداد المتسلط علينا منذ عقود من طرف هذا النظام المخزني، من طرف هذا النظام الذي قمعنا لعقود عديدة. أيها الشعب، يوم عليك أن تقول كلمتك، اليوم عليك أن تقول بصوت عالي: أنا مغربي، أنا وطني، ولست عبيدا، لن أركع لك أيها النظام المخزني. فإلى الرحيل وإلى مزبلة التاريخ، أيها الشباب، أيها الأحرار، أيها النساء، أيها الكل الأحرار، خذوا دروس من الريف، ريف متحضر، ريف متحضر يحمي ذاكرة ديال المقاومة، ذاكرة شعبية. لهذا نقول لك: نحن مع الريف، نحن جسم واحد، نحن معاناة واحدة، ألم